حكمة بن عبد الله المدني. بينما كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالصحابة الذين طال بهم العمر لما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كان كثير منهم يقومون بدورهم في تعليم الناس أمور دينهم ويبلغون ما عرفوه عن المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وبالطبع كان على رأس هؤلاء حبر هذه الأمة وعالمها الجليل الصحابي الكبير عبد الله بن عباس. وكان من أبرز تلامذة عبد الله بن عباس عكرمة بن عبد الله. كان عكرمة خادماً عند ابن عباس، ولكنه رأى فيه استعداداً لتلقي العلم، فقرر أن يأخذ بيده لهذا الطريق. وهكذا اهتم عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعكرمة منذ صغره، وسريعاً ما لمع نجم عكرمة واشتهر بين علماء عصره. هل العالم عبد الله بن عباس بالداخل؟ لا، إنه في الخارج. فيما تريد؟ لدي مسألة أريد معرفة الفتوى بها. حسنا، يمكنك أن تسألني وسأجيبك بإذن الله. هذا، ألست أنت خادمة؟ نعم، خادمه وتلميذه. أيؤهلك هذا لتفتي؟ أمر عجيب، سأمر عليه في وقت آخر. السلام عليكم يا عكرمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لي بسؤال؟ تفضل. يقول الله تعالى في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. ما معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ أي يعلمون بعض الأمور الدنيوية التي يستعينون بها على كسب رزقهم، كالزراعة والحصاد والمهن المختلفة. ومن يظن أنه حين يعلم مثل هذه الأمور يمتلك معرفة كبيرة فهو مخطئ، فقد غفل عن معرفة الأهم، وهو يوم الحساب عندما يحاسب الله الناس على ما عملوا من خير وشر في حياتهم الدنيا. بارك الله فيك وجزاك خيرا على ما أفدتني به. أستأذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، ما الأمر؟ هل عكرمة هذا حقا عالم؟ أعني هل يمكن أن يفتيني في أمر ما؟ عالم؟ إنه من أنجب تلاميذ ابن عباس، بل لقد علمت أن ابن عباس قال له: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون. يا لتصرعي، لقد أحرجته. لا عليك، إنه يتحلى بأخلاق العلماء، إذا اعتذرت له فلابد أنه سيسامحك. سأفعل بالطبع، شكرا لك. يا عكرمة، لم يعد مولاي عبد الله بن عباس بعد، بل أنت من أريد. أعتذر لك عما بدر مني. لا عليك يا أخي، لست بغاضب منك. هل تفتيني؟ على الرحب والسعة. تفوق عكرمة في كثير من مجالات العلم، فقد روى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وإني أتعجب لمن يسمع أمر الله فلا يطيعه، أو نداء الصلاة فلا يستجيب له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: إذا قضى الله الأمر في السماء
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. انظروا، انظروا كيف تستجيب الملائكة لأمر الله، وانظروا كيف نتغافل نحن عن هذه الأوامر. وفسر آيات القرآن الكريم، يقول جل وعلا في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ والمقصود بقوله أتدعون بعلا أي أتدعون ربا، وهي لغة أهل اليمن، يقولون: من بعل هذا الثور؟ أي من ربه أو صاحبه. وهذا من دلائل إعجاز كتاب الله، حيث احتوى على كلمات من لغات العرب جميعا. وكان أيضا عالما فقيها يفتي الناس. لي أخ أحرم ونوى الحج، وبينما هو في الطريق إذ سقط على صخرة فكسرت رجله، ولا يستطيع إكمال مناسك الحج، فهل عليه كفارة؟ لا، يقول عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل، أي أنه بإصابته هذه قد تحلل من إحرامه ولا تجب عليه كفارة، وليعد لأداء الحج في عام آخر إن أطال الله في عمره. ومن مكان لآخر ومن بلد لبلد انتقل عكرمة ينشر علمه بين الناس، وتتلمذ على يديه كثير من التابعين وتابعيهم. ولنرى ما حدث له مع التابعي أيوب السختياني. يا أيوب، ماذا بك تسير شاردا؟ لقد حدث لي أمر غريب اليوم. خيرا، سوف أحكي لك. كنت أجهز نفسي للسفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستمع إلى عكرمة بن عبد الله وأسأله عن بعض المسائل، وفجأة سمعت شخصين يتحدثان في السوق. هل سمعت؟ لقد وصل عكرمة بن عبد الله للبصرة، العالم الجليل في مدينتنا. بالطبع سمعت، وهو على ما أعرف يسكن قريبا من هنا. انظر، ها هو ذا، أعرفه جيدا، لقد قابلته من قبل في الحج. هيا بنا، أسرع. هيا هيا. فانطلقت مع من انطلقوا، وكانت في رأسي عشرات الأسئلة، ولكن ما إن وصلت إليه حتى أصبح رأسي خاويا ولم أذكر أي شيء، فقررت الاستفادة من الأمر على أي حال. يا سيدي، أقرأ سورة العاديات وأحفظها، ولكنني لا أفهم معنى الآيات. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يقسم الله هنا بالخيل عندما تكون وسط القتال، فالعاديات هي الخيل عندما تعدو، والضبح هو صوت تنفسها السريع الذي تصدره أثناء العدو، والموريات قدحا أي التي تصدر حوافرها شرارة من نار عند ارتطامها بالأرض، والمغيرات صبحا أي التي يغير بها الفرسان ويهجمون على أعدائهم في الصباح. يا لجمال التشبيه ودقته، سبحان الله، أكمل أكمل التفسير يا عالمنا. حسنا، فأثرن به نقع أي هيجت الغبار في مكان المعركة، فوسطن به جمع أي تصبح هذه الخيول في وسط ميدان المعركة حيث يقتتل الجمعان،
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأنا لدي سؤال. وأنا أيضا. أنا وصلت قبلكما وسأسأل أولا. فليسأل كل منكم عما يشاء. هل استفدت في النهاية؟ لم أسأل سؤالا واحدا، ولكنني تعلمت الكثير من مجرد سماعي له. ها هو ذا، لابد أنه ذاهب لحلقته، سوف ألحق به. يبدو أنك تحب العلم يا أيوب. أنا لا أحب شيئا قدر حبي للعلم وطلبه يا سيدي أكرمة. اعلم إذن أن للعلم ثمنه. تقصد ثمنا أدفعه من وقتي لطلب العلم؟ بل ثمنا تتقاضاه عند تبليغك للعلم. أنا لا أفهم. العلم ثمين يا أيوب، والثمن الذي يستحقه هو أن تبلغه لمن يحسن حفظه ولا يضيعه. فاحرص على أن يكون حولك من يستحق أن تعطيه علمك، ليكمل ما بدأناه كما أكملنا نحن ما بدأه معلمونا. الآن فهمتك، وأتمنى أن أكون ممن تثق بهم يا سيدي. بالطبع أثق بك يا أيوب. سيدي سيدي عكرمة، سيدي سيدي. ما الأمر؟ أحكم بيني وبين هذا الرجل. وماذا حدث بينكما؟ لقد حلمت بأنه يشتمني. حسنا، أحكم عليه بالجلد. ماذا؟ لماذا؟ هل أنا مسؤول عما يحلم هو به؟ انتظر حتى أكمل. 80 جلدة، ولكن ليس على جسمه. أين إذن؟ على ظله. فكما أن أحدا لم يسمع ما قاله لك سوى أنت في حلمك، فلا ينبغي أن يتألم هو من الجلد. أنت سريع البديهة يا سيدي أكرمة. ولكنه حكم عادل، أليس كذلك؟ بالطبع. عاش أكرمة كثيرا من حياته بين مكة والمدينة المنورة، ولكنه تنقل أيضا بين مختلف البلاد. رحل إلى الشام والعراق وخراسان وإفريقيا، مصطحبا معه علمه أينما ذهب ومبلغا له، وعاد رحمه الله ليموت بالمدينة المنورة 85 وهو في 80 من عمره.